من هذا الباب كنشكركم انتم كاعلاميين، يمكن كنتوا راكم حاضرين على سيد العام مشكور، لان احنا خدينا في الواجب ديالنا اللي كان الخصاص ديالنا اللي كنا دايرين على الطلب هو جوج، وبما ان عندي في عيناتي كي وجدوا ثلاثه انا كنظن ان شاء الله في العام غادي نغطي جميع التراب ديال عين عتيق في يعني في المدارس كلها اللي توجد في عين عتيق. وكنشكروا الناس اللي ساهموا، وكنشكروا السيد الرئيس المجلس الاقليمي على المجهود ديالو حتى هو اللي كيعمل معنا، وشكرا للجميع والسلام عليكم. عمل السيد رئيس مجلس عمل على هاد المبادره اللي هي بالنسبه للنقل المدرسي، وحنا بحاجة ماسة لهذا الشيء، لأن وحنا عندنا مجموعة ديال السكان اللي تيعانيو من هذه المنطقة. نشكرهم شكرا جزيلا ونطلبوا المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنشكروا السيد العامل على هذه المبادرة اللي دار معنا، اللي منحنا واحد ثلاثة حافلات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كنا طلبنا أربعة، ولكن الحمد لله اليوم استفدنا من ثلاثة ديال الحافلات، وسبق لينا استفدنا من ثلاثة ديال الحافلات 2017-2018. اليوم الحمد لله عندنا هاد الثلاثة، يعني غنستطيعوا إن شاء الله بحول الله باش محاربة الهدر المدرسي. ومازال إن شاء الله راه السيد العامل واعدنا في الشهور القادمة إن شاء الله باش غادي يكونوا عندنا أربعة ديال الحافلات، باش نحاولوا نغطيو جميع الدواوير اللي بعيدة من المركزيات وبعيدة من الفرعيات وبعيدة من الثانوية والإعدادية، لأن كاين عندنا بعض الدواوير اللي بعادين تقريبا بواحد 10 كيلومتر حتى 12 كيلومتر 13 كيلومتر، اللي باش يجي الوليدات الصغار يتنقلوا من المنازل ديالهم للمدرسة، اللي بواحد الشكل يعني كاين شوية البعد. والحمد لله اليوم كنقدموا الشكر للسيد العامل، وكنشكروه من هذا الباب هذا إن شاء الله، ونتمناو المزيد إن شاء الله.